بالنسبة لدواء الديكساميثازون، هو نوع من أنواع الأدوية، هي مجموعة اللي هو الستيرويد، أدوية الستيرويد. يمكن إحنا هذا دواء قديم، هو ليس بدواء جديد، هو يعالج التهابات بصورة عامة في الجسم. عندنا مرضى يمكن كثيرين هم يستخدمون نوع من أنواع هذه الستيرويدز في عدة أمراض، نستخدمها في بعض أمراض بعد زراعة الأعضاء، نستخدمها في أمراض الربو، نستخدمها في الأمراض الجلدية، نستخدمها في الحساسية، ممكن يكون عن طريق يأخذ عن طريق الوريد، يمكن عن طريق الفم، يمكن يكون عن طريق حتى الاستنشاق حق مرضى الربو. بس في هذه الدراسة واللي تمت فعلا في بريطانيا وكانت تسمى ريكفري ترايل، واللي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية، استخدموا هذا الدواء في نوع اللي اسمه ديكساميثازون مثل ما تفضلت، بجرعة معينة لمدة 10 أيام. وهذه الدراسة استمرت لفترة لقياس والتأكد من راح يستجيب إلى هذا الدواء. طبعا عدد المرضى اللي جربوا عليها الدواء حوالي 2000 مريض، والمرضى اللي ما جربوا عليه الدواء حوالي 4000. لاحظوا في هذه الدراسة أن المرضى اللي يكونون في حالة متطورة من المرض، متطورة اللي هم احنا نسميهم يمكن المرضى اللي يكونون تحت العناية المركزة واللي يحتاجون لكميات من الأكسجين، سواء كانوا على جهاز التنفس أو قبل حتى لا يوصلون إلى مرحلة جهاز التنفس. فلاحظوا المرضى اللي بدوا عليهم الديكساميثازون بجرعة معينة عن طريق الفم أو عن طريق الوريد لمدة 10 أيام، إن قلت اللي هي نسبة الوفيات بحوالي 30%، هذا اللي يكونون على أجهزة التنفس. النوع الثاني اللي استفاد بدرجة أقل، اللي احتاجوا إلى أكسجين بس ما وصلوا إلى جهاز التنفس، وقلت نسبة الوفيات بحوالي 20%. ولاحظوا أن المرضى اللي ما يحتاجون إلى أكسجين ما فداهم طبعا الدواء، لأنه يشتغل ضد الالتهاب في الجسم بدرجه كبيره. طبعا هو دواء اللي هو الاستيرويد او الديكساميثازون كان من الادويه الى قبل نتائج هذه الدراسه من اللي يمكن معظم المنظمات العلميه والعالميه كانت توصي بعدم استخدامه في مرض الكوفيد 19، وهذا اللي كان يمكن عليه التوصيات الاوليه. بس مع هذه النتائج اللي فعلا فعلا مبشره وفعلا الدراسه كانت قويه، تنصح باستخدامه في هذه المجموعه من المرضى. وفعلا احنا في البحرين بدينا باستخدامه، لانه هو دواء متوفر وفي عندنا خبره طويله لمده سنين على اكثر من نوع من المرض، ونعرف جميع يعني شلون استخدامه وشلون ممكن تكون المضار اليه، وهو ان شاء الله راح يكون من ضمن البروتوكول العلاجي اللي بيكون في مملكه البحرين.